السلام عليكم. اليوم بتكلم عن شيئين اللي هن شخصية جديدة وفنت جديد للجيل. هذه شخصية جديدة لسه موجودة قبل بـ AFK أرينا، عشان بس شرح أفضل حركاتها في مقطع له. As light and joyful as the wind, Wilders, Tassie can slip in and out of dreams effortlessly, shaping them how in one tile. Afterward, she flies to the farthest enemy and hits the surrounding enemies with the same effect. But the second hit on the same enemy does a bit less damage. Her third skill, Fluttering Dream, lets her transform into a butterfly form after she loses a certain amount of health. In time, Dreamscape summons a dreamscape that lasts for a while, putting all enemies in... بشكل عام تخليهم الالتمت حقه تخليهم ينامون، ويعني زينة وزينة البي بي بي هي بشكل عام. على كلامهم بالنسبة للجيلد، الالتمت الجديد هذا هو 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الفورميشن، أنت تختار، أنت لك 3 أيام اللي هن هذا، تزين أنت التيم اللي يجوز لك 3 أيام، ثم عاد توزعهم على الخريطة. في فانجارد، فانجارد لا يزينوا 5 أيام بدل 3 أيام، ثم توزعهم أنت. ثم كل واحد يوزع أيامه وين تبي. مثلا الحين في 10 هنا، في 9 هنا، حط لنا واحد هناك، أنا حط هنا واحد، وين حط لنا الخيرات؟ أي حط الخير هناك. شفت نوزع، أوزع على أنت اللي يجوز لك، بس شوف أنت تكتيكي شوي، لأنه كل ما تسيطرون على مناطق أكثر، الحين إحنا مسيطرين أكثر شيء بالجيم الأخير. بكل الجيم إحنا الحين فايزين. طبعا كلهم يحاربون وذا، بس على حسب وين تحطون. ذولا هم اللي ينافسونا، اخذوا ذي المره اللي راحت. الحين وين نروح؟ نشوف هنا كل 5 بس. حب اجل هذا ما فايدة تصير حالك هناك. الحين صاروا 4، هنا في 9 10 10 8. حطوه مع ذا، صاروا 10. في شي ثاني نشوف كل نفسه في هذا، شارحه مقطع قبل، في حط الكوست تشالنج، يطلب منك تستخدم دولة، حاول نفس التيم بس تدخل دولة غيره. هذا هو نفسه، بس يعني ما في شي واجد، يعني في بس بيجي بعد بكرة وبعده وورد بوس اللي هو هنا، صدفة شكله. باقي 12 ساعة بكرة، يعني الحسب بعد السيفر اللي انتبه هذا بكرة ان شاء الله. وسلامتكم.